السلام عليكم. بعد الحصة اللايف اللي عملناها، قدرت أحدد بعض المشاكل اللي كانت موجودة عندكم وحطيت إيدي عليها، وقلت إن أنا أعمل فيديو صغير كده علشان أحل المشاكل دي جنرالي وكل الناس تتفرج عليها، وكأني بنعمل سمري للي حصل في اللايف سيشن واحدة واحدة كده. وعايزين الفيديو يبقى صغير جدا في المشاكل، 4 مشاكل بالظبط هم اللي أنا حصرتهم، كان معظم الناس بتسأل عليهم. توكلنا على الله. السؤال الأول أهو، كنت جايب لك جراف، والسؤال ده هيتكرر علينا كتير جدا جدا جدا. جراف ما بين الـ quantity of charges اللي passing through a conductor وما بين الـ time، وأنا كان عندي 2 conductors وكان ده شكل الجراف. تمام، أول حاجة لما أتفرج على الجراف ده اللي عليه 2 relations، ألاقي إيه؟ إن conductor 2 عامل acute angle مع الـ x-axis، وكوندكتور 1 عامل اكيوت انجل مع الاكس اكسس. اكتشف ايه؟ ان الاكيوت انجل او ان الانجل اللي عاملها كوندكتور 1 اكبر من الانجل اللي عاملها كوندكتور 2. وهنا نقول ايه؟ خلي بالك خلي بالك، الواي اكسس عليه تشارجز والاكس اكسس عليه تايم. جميل، بص معايا بقى. تمام، هنقول ايه؟ ازاي يتحل السؤال ده؟ هقول انا شفت بعينيا ان السلوب اوف كوندكتور 1 greater than السلوب اوف كوندكتور 2، ده بعينيا انا شفته. السلوب يعني الانجل مع الاكس اكسس. اخش بقى شويه بعد كده ديبر، السلوب يعني مين؟ واي اوفر اكس. ام الواي هي مين؟ كيو اوفر تي بتاع جراف 1 جريتر ذان كيو اوفر تي بتاع جراف 2 او ريليشن 2. جميل، الكيو اوفر تي اللي هي كوانتيتي اوف تشارجز ديفايدد باي تايم، ده يديني مين؟ يبقى كرنت اوف جراف 1 جريتر ذان او ريليشن 1 جريتر ذان الكرنت ان ريليشن 2 او كوندكتور 2. يبقى ده السؤال الاول، ودي المعلومه اللي احنا طلعنا بيها. فول ستوب. تمام، اوكي، تعالى نشوف السؤال الثاني. A wire of length L made of material of resistivity rho is cut into 2 equal parts. The resistivity of the 2 parts are equal to، خلي بالك، الـ resistivity والـ conductivity is a physical property for material. فلو الماتيريال ثابته ما اتغيرتش، والتمبريتشر تفضل ثابته برضو، فالريزستيفيتي والكوندكتيفيتي تفضل ثوابت لا تتغير للماتيريال. بمعنى لو انا معايا سلك من الكوبر طوله 2 متر، قسمت السلك ده لاربع حتت كل حته 50 سنتي، ايه اللي يحصل؟ الريزيستنس بتاعت السلك ال 50 سنتي تختلف عن الريزيستنس بتاعت السلك ال 2 متر، ولكن الريزستيفيتي تفضل زي ما هي. طب لو جبت السلك ال 2 متر عملته متر ومتر، ايه اللي يحصل؟ ها، الاقي الريزستيفيتي بتاعت المتر الاولاني هي الريزستيفيتي بتاع المتر الثاني هي الريزستيفيتي بتاعت ال 2 مترز. اشمعنى؟ لان الماتيريال ثابته ما اتغيرتش، فطالما الماتيريال ثابته ما اتغيرتش، الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي تفضل ثوابت لا تتغير. ده كان الكويستشن نمبر 2 اللي كانت اجابته رو، يعني الماتيريال الريزستيفيتي بتاعتها هتفضل زي ما هي. كويس، اللي بعدها سؤال اللي بيعتمد على الماثيماتيكال سكيلز اللي احنا بنمرنها ليك في أول أسبوع لينا مع بعض. إيه؟ The length of a certain، أنا هكتب في ورقة عشان هحتاجها بعد شوية. The length of certain conductor of resistance 100 ohms is doubled. طب تعالى بقى. يعني أول حاجة الريزيستنس كانت R1 ب 100 ohms، واللينث دبل. يعني لو كان L بقى 2L، بقى 2L،
and the cross-sectional area half. يعني لو كانت cross-sectional A بقت half A. كل ده اللي حصل. يبقى إذا دي المعلومات المكتوبة. تاني, the length of certain conductor of resistance 100 is doubled. يبقى length doubled. كان L بقى 2L. and the cross-sectional area of half. كانت A بقت half A. ها؟ تمام. So the new resistance. تمام معايا كده. احنا عارفين الاول ان الريزيستنس دايركتلي بروبورشنال مع اللينث, والريزيستنس انفرسلي بروبورشنال مع الكروس سكشنال اريا. يعني الريزيستنس دايركتلي مع اللينث وانفرسلي مع الاريا ات ذا سيم تايم. دي المعلومات اللي احنا ذكرناها. طيب نحطها بقى في ماثيماتيكال ايكويشن. يبقى R1 over R2 equals L1 over L2, لأن العلاقة دايركلي فيبقى 1 على 2 يساوي 1 على 2, وانفرسلي مع الاريا يبقى times A2 over A1. شكرا. تعال بقى نعمل substitution. الواير كانت الريزيستنس بتاعته 100 ohms وكان لينسو L والكروس سكشنال اريا بتاعته A. دي المعلومات الاولانية. اللي حصل اللينس دبل والاريا هافد. يبقى انا عايز R2. جميل جدا. نعمل ايه؟ اطير الA مع الA والL مع الL الريزيستنس. ها, فتصبح هنا ايه؟ 1 over 2 times 1 over 2 equals 100 over R2. منها تبقى ال R2 equals 2 times 2 4 times 100, فتطلع بكام؟ 400 ohms. اوكي ستوب. وبعدين تعالوا نقرا الكويستشن اللي بعد كده, وده اللي كان أجمع الناس. حتى الناس اللي سمعته قالت لك نسمعه تاني, وبالفعل عملناه مرتين, ودلوقتي هحطه لك على التشانل بتاعتنا, يبقى موجود لايف تايم للي عايزه. اوكي, كل خلي بالك انت اصلا مش محتاج انك انت تتمرن عليه اكتر من اسبوع او 10 ايام بكتير, اللي هو اسبوعين بالكتير قوي, وبعد كده خلاص هتبقى كل الحاجات دي بالنسبه لك ولا الهوى, لانك خلاص ايديك اتمرنت. هو صعب في اول مره فقط لا غير. اللي بعد كده, a wire has a resistance 2 ohms. يبقى المواصفات الواير, اول حاجه الريزيستنس بتاعته ب 2 اومز. ها ماشي. فاين ذا ريزيستنس, يبقى انا بدور على ريزيستنس جديده, اوف واير اوف ذا سيم ماتيريال. سيم ماتيريال يبقى ذا سيم ريزيستيفيتي, ذا سيم كوندكتيفيتي, ويتش از 3 تايمز لونج. يعني لو كان الاولاني ال يبقى الثاني ب 3 ال, بات with half the diameter. يعني لو كان الديامتر بتاع الاولاني دي يبقى الثاني half دي. طيب وبناء عليه خلي بالك, يبقى لو radius الاولاني r يبقى radius الثاني كام؟ half r. اوكي زي الفل. تعالوا واحده واحده كده نشوف الدنيا اخبارها ايه. تمام. الاول انا حددت الفاريابلز بتوعي. ايه الفاريابلز؟ اللينس اتغير والديامتر اتغير. ها, فطبيعي الريزيستنس هتتغير. اوعى تنسى ان الماتيريال ثابته وبناء عليه. يبقى R1 over R2 بتساوي ها L1 over L2. times A2 over A1. ده القانون اللي حضرتك عارفه. خلي بالك بقى ايه, انه هنا مش مديني الاريا, ده بيكلمني على الديامتر, فهنا لازم اعمل لعبة صغنطوطة. ايه؟ افك الاريا. طب ما هو طالما اداني ديامتر او اداني ريدياس, يبقى الجيومتريكال شيب كان ايه؟ كان سيركل, والاريا بتاعت السيركل باي ار سكوير, وبناء عليه ايها الاعزاء يبقى ار 1 ديفايدد باي ار 2 ايكوالز ها
L1 over L2 times by R2 squared over by R1 squared. لو احنا حبينا ننظف الدنيا اوكي هطير دي مع دي شكرا، فاصبحت الفورمات الجديده اللي هشتغل عليها R1 divided by R2 equals L1 over L2 times R2 squared over R1 squared. شكرا زي الفل. تعال بقى نبدأ نشتغل عندنا، فنقول ايه الاول؟ نحط الرول R1 over R2 equals L1 over L2 times R2 squared over R1 squared. معظم أخطاء الطلبة اللي بتشتغل 10 على 10 في الحتة دي في عملية السكويرينج، وبناء عليه تعال معايا كده نشوف الدنيا شكلها ايه. الأول الريزيستنس كانت بـ2 أومز، حلو ها، واللينس الأولاني كان بـL والريديس الأولاني بـR زي الفل، جميل جدا. هو بيسألني على R2 لو اللينس حصل له إيه؟ increase 3 times يبقى L2 بقى 3L، والديامتر half يبقى الريديس half، لو كانت دي R يبقى دي half R، واعمل ايه؟ اوعى تنسى ها اسكوار لان ده سكوير زي الفل. يبقى اذا سعاده الباشا الحكمدار يبقى 2 over R2 equals 1 over 3 times لان ال L راحت مع ال L ها half R squared تبقى 1 over 4 R squared divided by R squared. جميل جدا، اطير دي مع دي، اصبح المنظر ايه؟ ها تعال في صفحة جديدة، 2 over R2 over R2 equals تعال نشوف كده ها 1 over 3 وبعدين عندي هنا 1 over 4 اللي هي 1 over 3 times 1 over 4 فتطلع ب 1 over 12 وهنا 2 over R2 منها finally يبقى ال R2 equals 24 ohms. كده دي أربع مشاكل كانت most commonly questioned قابلناها امبارح وإحنا مع بعض اوكي، فقررت ان انا ما عديهاش قبل ما ان اعملها معاك، وده اللي هيحصل دايما في كل مره واحنا مع بعض، هشوف المشاكل اللي قابلتكم ونحطها على الصفحه. طيب ازاي تبقى كويس وازاي تعدي المنطقه دي؟ ان حضرتك تمسك الاسئله دي وتحلها بايديك لحد ما تطلعها صح زي ما انا مطلعها، وهنا اوكي هو ده تمسك القلم وتحل، هو ده المطلوب. إلى اللقاء المرة الجاية، السلام عليكم.